تسعة وخمسون مرشحا في عموم العراق وسبعة تحالفات فقط حتى الآن من أصل خمسة وعشرين تحالفا سجل في عام 2018 وسط انقسام وتشظي سياسي سيحددان خارطة الانتخابات المقبلة. هذا العدد من المشاركين قد لا يكون هو من صنع ظاهرة التشظي في البيوتات السياسية السنية والشيعية والكردية ففشل القوى والكيانات المستقرة التي ينظر اليها باعتبارها الاطراف الرئيسة للعملية السياسية في البلاد جعلها تواجه استياء شعبيا ما دعاها لتعديل قانون الانتخابات لكنها اغفلت بقاء تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكثر عددا الامر الذي قد قد يعقد تشكيل الحكومه المقبله في ظل هذا التشظي والانقسام. بكل تاكيد يقينا هذا التشظي موجود ولكنه مؤشر سلبي في نقطتين في تشكيل الحكومه وفي مسيره الاحزاب السياسيه في انها فشلت في تاسيس مؤسسات سياسيه وتحالفات سياسيه وما دارت تدور في فلك التحالفات الانتخابيه. واذا لم تتمكن القوى الشيعيه من الاتفاق على قائمه ائتلافيه موحده فالقوى السنيه والكرديه لم تكن بافضل حال منها في ظل انقسام يراه الكثيرون محاوله لتجاوز الخطوط الطائفيه والاثنيه رغم فشل تلك المحاولات او اخفاقها في الاستمرار طويلا ما ادى الى انقسام اغلب الاحزاب حتى على نفسها تجربتنا مع مع الاسف ماساوي وسوداوي تم الاتفاق كل التركمان على قائما قائمه تركمان كركوك وقد عن نكرر هذه القائمه في صلاح الدين وفي نينوى ولكن تم الاتفاق على كركوك حاليا ولم يتم الاتفاق بشكل تقريبا واضح في نينوى وفي صلاح الدين وبعيدا عما يرى البعض من ان تشظي التحالفات الكبيره تكتيكا انتخابيا لحصد اكبر عدد من الاصوات فان انقسامها بحد ذاته يشكل علامه فارقه لفشلها في كسب الراي العام وفق مراقبين. واذا كان التشظي البالغ في الساحه السياسيه قد يعكس مناخا من الحريه والاهتمام المتزايد بالعمل السياسي الا انه قد يجعل من بناء الاستقرار في البلاد اكثر صعوبه وتعقيدا. احمد عرام العراقيه الاخباريه بغداد